يلعب 4-3-2-1 تال، يعني اذا فاز لابد انه يفقدنا حتى اليوم التشكيله اللي لعب فيها حقيقه اليوم. واحد يتكلم عن قطر يا شباب. اينما كنتم منه اللي يختار على يسار الساده بينما سيباستيان دائره الترشيحات يبغى يبعد يبغى يرتد الفاصله وخسر 9 لقاءات 30 هدف له وعليه 38 ممكن يجي 39 ادى مستويات ادى لي وجوده مع قطر هنا محاوله الريان فابيو يحاول سيزار يعدي في الاولى يمر في الثانيه يمر ريان هنا كره محاوله تعود من جديد فابيو يعود بكرة فرصة الآن للريان لمسة تعمدها لمسة هذه المرة شاهدة حق سيباستيان بتحضير لمسة للخلف لمسات الآن محمد عمر اللي يفتقد كثيرا سيكون حاضرا في مباراة على السد 2-1 رباعية على الخليطيات وهنا محاولة فرصة للثاني في الطرف الأيمن تحرك كثيرا فريق الريان فابيو سيزر شوف مصعب في الطرف الأيسر ياخذ مكان سليم سيزر عادت له مصعب مكتوبة لك مكتوبة يا مصعب جول رياني ثاني فابيو سيزر براسيته يأتي بالثاني لمصلحة الريان بشكل سليم مرت وعدت بشكل سليم ومع الدقيقة رقم 17 يمهل فريق الريان 5 دقائق فقط قطر لتحسين الأوضاع ولا يكون فيها ثاني شوف مصعب مكتوبة لك يا ولد مكتوبة لك الكرة الماضية ورأسية من فابيو مرت سليمة في هذا الملعب بنتيجة 1-0 كان حاضر خوليو سيزر بالنسبة للفور سيباستيان كان الخطأ عليه وليس له انطلاقة للريان في مكان سليم سريعة تساوي حتى بالأخطاء هنا 3 الريان عن طريق اللعب لياندرو دا سيلفا بينما هنا فابيو بشكل سليم الريان يحاول في محاولة ربع ساعة من الآن حتى ذلك مشعل عبد الله عبد السلام مادوكا مادوكا وخالد صالح يوسف سبري محمد عمر على الزهرة علي كمال عبد الله اجواء المباراه يعود التسجيل وعلى الزهرة مع الدقيقه رقم 53 ياتي بالهدف ولا لمسه تاخذ حلوه هذه خطيره هذه مرور ولكن تبعد تتخلص تعود من جديد لا تزال لمصلحه الريان فابيو بعرضيته تصطد الى عبد السلام مادوكا يوسف سبري 2-2 يعني تحدث عن مباريات جمعت بينما خالد زكيبة يبدو لي ورا قطر في ملعبه شوف النقلات والتمريرات وصلنا عاد استرد كورة عبد الله طالب شوف التمريرات فابيو سيزر قبل ان تقطع وصلت مره اخرى حوالي 25 نقله لفريق قطر ونشأت كان موجود هنا تغيير فابيو سيزر يغادر للريان ويعطي الكابتنيه لتباتا يستاهل يعني الهدفين اليوم بينما الدخول للريان للاعب احمد علاء الدين اول ما نزل امام نساف سجل اول ما نزل قدام نساف كان اليوم قبل 12 بالليل